ده وقت اكتئاب يا جد، باخده بقالي 3 سنين، انت واخد بالك؟ أدوية اكتئاب؟ اه ده وقت اكتئاب. الدواء اللي طارق خلاني ابطله، لولا طارق حضرتك رفضته، كان زماني منتحرة ولا أكمل. باخد مهدئات عشان الناس تعبت مني يا جدو، كلهم بعدوا عني، محدش بقى مستحمل. هو الوحيد اللي استحمل، هو الوحيد اللي فكر يشوف لي حل.